يعني ده آخر سؤال ليك بالنسبة لي عشان ناخد برضو يعني رأي الإخوة أو مشاركات منهم. هل الشيطان بال في أذنك يا محمود محمد؟ الأخ محمود محمد، هل بال الشيطان في أذنك؟ اتفضل. كناية أو حقيقة؟ ما عنديش مشكلة، اطلع قول لي أيوة بال، لا ما بالش، اتفضل. نعم، قد بال في أذني كثير، سبحان الله، قد بال الشيطان في أذني كثير نتيجة تفريطي يعني. وأنا لا أقول أنا لست معصوما، فإنني من بني آدم وخطاء، سبحان الله. نعم، قد بال كثيرا في أذني، وأرجو أن يهدي الله إلى سواء السبيل. شكرا. ما هذا سؤال غريب والله. يا ولا انت مبولة.